تيتي مع بعض لحظة واحد اثنين تيتي هوب واحد اثنين تيتي هوب واحد اثنين تيتي هوب واحد اثنين نحن حاليا بمرحلة إعادة تأهيل السينما وبلشنا يعني كان في الغبير والسينما فيك تفوت عليها انه بعد اكثر من 28 سنة مسكرة مبسوطين انه فعلا بلشنا شوي شوي انه هالمكان يرجع عن جديد متأملين من هون لست اشهر انه نقدر نفتتح هذه السينما ونأسس لاول مهرجان مسرحي في تاريخ طرابلس ونقدر نعمل مهرجانات مشتركة بين الشمال والجنوب ونقول انه نحن ما بعد المركزية الثقافية انه الثقافة والفنون منا بقى حكر على العواصم أو على طبقة معينة من الناس أو على فئة معينة الفن هو للجميع أوكي عند أبو رفيق أوكي طيب هلا الحمام أسرع أكثر أكثر مزلوق عم بدي الحمام أكثر 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 يعني كل يوم كل اللي بينسمع بالأخبار عن هذه المدينة هو مفتعل لأنه هذا ما بيعكس حقيقة المدينة المدينة شعب طرابلس شعب بحب النكتة شعب بحب الفرح بحب الحياة وإلا ما كان عندهم هالقد عدد سينمايات وهالقد مسارح وهالقد فنانين انطلقوا من طرابلس لكل المناطق أكيد اليوم أهل طرابلس هن عندهم ما بيحبوا هذا اللي عم ينعمل ولكن اليوم اللي عم نحاول نقوله أنه طرابلس هي ثقافة وهي فنون واليوم بترجع الناس لما بتفتح لهم سينما ومسرح رح بيرجعوا بيجوا ولكن لما بتعطيهم برودة أكيد رح يقوصوا بعض ويقتلوا بعض هذا اللي عم نحاول نعمله وأهل طرابلس أكيد وشباب طرابلس هن اللي حيصنعوا الأمل والتغيير كل مرة بتعملي نفس القصص بكفي لك انت بكفي وخلص لك شو قصتك وين رايح تخيل كأنه في حدا لاحق اوكي كأنه في حدا لاحق اسرع انا قلت فوت احفادي ما في شيء قمت سجلت احفادي ليتدربوا مسرح وهيك لان انا بحب المسرح فقمت انا صرت ضلني شو شوفهم شو عم يعملوا هيك فانا صرت معاهم جيت لخلي احفادي صرت انا اتدرب معهم فاجا الاستاذ وقال لي شو رايك تمثلي قلت له ليش لا بس انا كبيره مشروع طرابلس صار يحكي لنا عنه هيك انا قلت ليش لا لانه الفن للجميع مش بس للجنوب كمان للشمال للناس تعرف بعضها انا اول مره بيجي على طرابلس من ورا السينما ولا ما كنت بعرف طرابلس انا بهالعمر ما بعرف طرابلس خوفاني شيء انت جايه لا 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 ما عندي خوف لان عارفه حالي شو عم بعمل انا عارفه بجاي افرح الناس جاي شارك مع الناس هني مثلنا مثلهم اكثر 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 عم تحاول ترفع